انت مرتبط معايا انك تطلع تشتغل في المجال ده. طول ما اقعد شهر اثنين ثلاثه اربعه مش هتمشي من هنا الا ما اكون شغال في المجال. تمام كده؟ النهارده التقديرات اللي هتاخدوها او الوضع اللي احنا بنقوله ده دي نصيحه مننا، حتى لو انا قلت لك انت مستواك ممتاز. بس انت شايف انك ضعيف لسه، كورس يبدا تعيد الكورس مره ثانيه، حقك عليه جدا. احنا معاك عشان نشتغل في المجال ده.